السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموعد النهائي لارتداء الملابس الصيفية. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل وتوقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة. وقالت غانم لمصراوي اليوم السبت 23/4/2022 نقدر صيف في الوقت الحالي، لكن خلال فترة الليل لابد من استحضار جاكيت خفيف أو ارتداء قطرتين من الملابس. وطابعة عضو المركز الإعلامي نتوقع نقدر نصيف بشكل كامل مع بداية الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر توقعات الطقس النهائي خلال الأيام المقبلة. وأكدت أنه من الوارد أن تستمر درجات الحرارة الصغرى منخفضة الأيام المقبلة والتي تتراوح ما بين 14 و15 درجة. وعن تأخر ارتداء الملابس الصيفية قالت أن المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لا يوجد تأخير، ففي بعض السنوات السابقة تأخرنا في ارتداء الملابس الصيفية حتى شهر مايو. وأكدت منار أن سبب الاختلاف في تغيير درجات الحرارة وحالة الطقس نهارا وليلا يرجع لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل تكون الكتلة الهوائية منخفضة في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل بشكل ملحوظ. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.